بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أما بعد، فهذه رسالة قيمة موسومة بالرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت للإمام أبي علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البنا الفقيه العالم المقرئ رحمه الله تعالى، وهي رسالة نافعة جدا في بابها، كتبها رحمه الله تعالى استجابة لطلب سائل أراد وصية جامعة ونصيحة بليغة، فكتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة مبينا أنها تجمع للمسلم بإذن الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، وتنفعه نفعا عظيما في أولاه وأخراه. وهي رسالة قيمة مع اختصارها ووجازتها حوت خيرا كثيرا ونفعا كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلفها، وأن يجزيه خيراً، وأن ينفعنا بها، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونبدأ مستعينين بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء الفقيه المقرئ: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين. وبعد، أحسن الله عونك وتوفيقك وصونك وتحقيقك، فإنك سألت تعجيل رسالة تنفعك في أولاك وأخراك، وتجمع لك سلامة دينك ودنياك، فأتيتك بها مختصرة يستدل بأبوابها على مفهوم خطابها. نفعنا الله وإياك بها وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى. استهل رحمه الله تعالى رسالته بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسقط ذكر السلام، وقد يكون السقط من النساخ أو أنه فاته كتابة ولم يفته نطقا، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم بين رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة الموجزة، وأن ذلك كان بسبب أن سائلاً طلب منه رسالة يعجل فيها المنفعة،
وتكون مختصرة وجامعة. فكتب رحمه الله هذه الرسالة مع دعوات لمن طلب منه ودعوات لعموم المسلمين. وهذا من جميل نصحه وحسن بيانه رحمه الله تعالى. ولعلك بهذا الاستهلال تدرك أن هذه الرسالة عبارة عن وصية جامعة تجمع لك سلامة الدين والدنيا، وفيها نفع لك في أولاك وأخراك. وجاء بها رحمه الله مختصرة، ونبه أنه يستدل بأبوابها على مفهوم خطابها، وهذا يدل على أن أبواب الرسالة الأربعة التي اشتملت عليها حررت باعتناء وجمعت شواهدها ودلائلها بدقة وعناية. نعم.